وكان هذا واحد عنده مزرعة وعنده دكاكين، وطبعا دكانه دكان يبيع فيه خضرة. اها حلو. يجي ياخذ مزرعته ويجي يحصد المساء والصبح. مزرعتك عندك، دكانك حولك، مكسبك في جيبك. نعم حلو. ياخذ محصوله يحصد في الليل ويجي النهار يشيل المحصود الصبح ويحطه في في الدكان يبيعه. لا بلدية، لا وجع راس، لا إدارة أملاك، لا ما في شغل مرتب وزين وشحلات. المهم يوم من الأيام قال اللي معه في السوق: أرى ما تعتمون عندنا الليلة تعشنا وياكم؟ قالوا لا بس ما في مشكلة خلاص الليلة. قال تم تم خلاص. وهو طالع الظهر عقب ما سكر الدكان رمر على أم العيال قال: ترى اليوم في عندنا ضيوف، الله الله بالعشاء الزين، تراهم أنا قايل لهم منا متأخرين، ترى حدنا بين المغرب والعشاء، ها العشاء أول العشاء الله يعشيهم وبيكرمهم ويسريهم وبيض الله وجهه. بس نعم مو بغلط، بكرة وراهم دوام، دوام دوام سهر ليل ما يصلح، ما هو هذا مزارع ذول مو شغل. المهم اللي حصل أن الرجال يوم عقب الظهر تغدى وتلين، ويوم جاء أول العصر قال: ها لا وصيك، ترى الناس جايين على المغربية قبل المغربية فيها، خلك جاهزة. قالت خلاص. راح هو للمزرعة يحصد وجهز سطولة حقت بكرة، حقت بكرة. ايه حلو حلو حلو. النعناع والجرجير والخس وقام يحصد ويجهزها. حلو. يوم جاء قبل المغرب بشوي ولا يرجع للبيت ويدخل يلقى الحرمة نايمة. أفا يمسكها ويجلدها ويجلدها رفالة غريبة ويجلدها ويجلدها وهو يجلد فيها تنبه إنها مي بحرمته. لا 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 غلطان، داخل بيت جيرانهم. يسحب نفسه ويطلع. يا ربي وش سويت؟ وش سويت انا؟ وش سويت؟ وش وين وش عمات الراي ذي؟ شلون الحين انا شو اسوي؟ يا ربي. ويضيق صدره ويروح تنكد. اكيد بيتنكد بعد، هو واحد غريب يجي يقضي حوس يدخل على بيت مو ببيته ويطق بنت الناس، حتى لو مرته ما يصلح انه يطقها. لا هو الحين عندنا ضيوف، انت فشلتينا. قامنا قامنا ينهار وانت قاعد تحت. هي قامت تغطى تغطى. اي المهم ويرجع البيت العجله يرجع البيت الا الحرمه تقابله: وينك يا محلال؟ وهي طابخه زينه، وين الرجاجيل؟ جو قلطناهم وحطيناهم قهوه والشاي، وينك انت؟ قال لا بد والله بد، ورا وجهك محفوظ. قال لا لا بد حلال خلاص، الرجاجيل فيه. قال خلاص انا بقلط عندهم الاكل. قال جاهز ما شاء الله كل شيء جاهز، يلا الرجال ما يحتاج. اي إيه. المهم ويدخل عند الرجاجيل ويتقهوى ويعين الله خير، ثم من تفضل على العشاء. تفضل تعشى وخلصوا، طلعوا الناس. الرجال جالس قال خليني لحالي، روح ارقدي خليني. قال ايش فيك؟ فيك شيء؟ قال لا لا بس خليني قاعد. انا الحين ايش اسوي؟ شلون اتصرف مع جاري؟ صح، عسى ما هالجار يزعل من الناس اللي جايين من لا 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 جار ثاني. معزمة معزمة معزمة. المهم ويجلس يا طويل العمر ثلاثة أيام على هالشغل من حرج. إيش أسوي في جاري؟ قال ما بدهاش، أروح أخذ له الحرمة معضدين ولا معضد وقرضة تمام، وأقول له هذه هدية رضاوة، أنا غلط هذه رضاوة. جاء للجار: سلام عليكم. سلام، حياك الله أبو فلان، كيف حالك؟ طيب. قال والله أنا ودي أتعذر منك، وأنا مالي وجه والله أني جايك، وأنا يعني أبت سمحك واللي تشوفه. أنا قال وش فيك؟ سلامات عسل عشر. قال أنا يا شيخ صار عندي مشكلة ودخلت بالغلط على بيتكم وطقيت الحرمة، وأنا والله أني أنا آسف. قال من متى هذا الكلام؟ قال من ثلاثة أيام. قال أنا وشوف الحرمة ثلاثة أيام وهي تعوفني حوف، الأكل جاهز والبيت نظيف وهدومي نظيفة ومكوية، وش السالفة؟ ما أنا بعرف وش السالفة. أنت اللي طاقها. قال إيه أنا غلطت وهذا حق، وأنا هذا إرضاء ولا. قال لا 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 لا، خل إرضاءتك عندك، أنت اللي سويته ما في أحسن منه. جزاك الله خير، جزاك الله خير، خليك على الشغل ذا، إن احتاجتك ترى بدورك. لا 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 لا, لا والله ذولا مردة من ذا إلا ذا، ولا لا ما لهم حق والله يا أخي. ولا قبل هديته وخلاها عنده ويقول خليك على الشغل. لا لا سبحان الله سبحان الله. يعني طبعا أن نتكلم في هالجانب أن فعلا في ناس فيهم حمق. أي نعم، عصبي يعني، وفيهم عصبية. نعم، وهذه سبحان الله، الله عز وجل جعل الزوجين بينهم مودة وبينهم رحمة، وحتى لو الحرمة تعبت
ولا مثلا يعني جاها مثلا عارض معين يلتمس لها عذر، يجيهم بعد ظروف يجيهم شيء ما يجي للرجاجيل. صحيح. فما يصلح انك يعني تفقد اعصابك وجاذا مرده من اللثه.